يقول أعمل مدرسا، تم توظيفي في مدرسة لكن المدير قال لي لا تأتي إلى المدرسة لأننا لسنا بحاجة إليك، وعندما نحتاج إليك نخبرك، ما الحكم؟ الحكم أنك تحضر وقت الدوام، فإن وجد لك عمل تعمل، وإلا تكون أنت هيأت نفسك وحضرت. والمدير لا يملك أنه يرخص للناس، هذا حسب النظام الموجود في المدرسة وفي سائر الدوائر، أن الموظفين والمدرسين يحضرون وقت الدوام ولو لم يكن عندهم أعمال، لأنهم أعدوا أنفسهم وحضروا أدوا ما عليهم. أما أنه لا يحضر، والمدير لا يملك أنه يأذن إلا لمن لهم أعذار صحيحة وحسب النظام، فالمدير وغيره لا يتجاوز النظام أبدا، ليس له صلاحيات أنه يتجاوز النظام.